في تصريحات لوكالة رويترز لوكالة بلومبرج بيكشف سر خطير. ايه هو السر الخطير؟ صندوق النقد للأسف ما اتفقش مع مصر لسه على ميعاد المراجعة الأولى اللي كان المفروض متجدولة يوم 15 مارس اللي فات، يعني من شهر تقريبا كان المفترض يتفقوا على ميعاد المراجعة الأولى. للأسف صندوق النقد امبارح بيقول لرويترز وبلومبرج ما اتفقناش معاهم على حاجة. طيب ليه يا صندوق النقد ما اتفقتش؟ هنا الجزء المهم قوي وهنا الجزء الخطير جدا والجزء اللي مش كويس لعبد الفتاح السيسي ونظامه. الصندوق بيقول في وفقا لرويترز وبلومبرج ان احنا محبطين بشده من تباطؤ الاصلاحات المتفق عليها مع النظام المصري. يعني احنا اتفقنا معاهم على تحرير سعر عمله، لسه سعر العمله مش مرن في مصر، ما عوموش الجنيه كفايه، فدي اول نقطه. النقطة الثانية وفقا لتصريحات جهاد أزعور بيقول انه كمان مفيش بيع للأصول بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه. ثلاثة، في ارتفاع في وتيرة التضخم بشكل كبير جدا. أربعة، الخليج مش متشجع ان هو يدفع او يجي في مصر باستثمارات كبيرة. خمسة، القطاع الخاص ما اخدش الفرصة الكفاية اللي احنا اتفقنا عليها. ستة، الشركات بتاعة الجيش بما يعني يسمح بمبدأ تكافؤ الفرص، لسه الاتفاق بتاع خروج بعض الشركات من المشهد ما تمش بشكل كبير. خمس تصريحات او ست تصريحات للراجل مدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي، الخلاصة بتاعتها احنا ما اتفقناش على مراجعة، احنا محبطين جدا. بيجي في نفس التوقيت بلومبرج بتنقل على لسان كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اللي بتقول موضوع تاني خالص اخطر بكتير جدا من فكرة ان احنا ما اتفقناش. كريستالينا بتقول احنا انا متوقع ان احنا هنتفق، متوقع ان احنا نعمل المراجعة قريب، التصريحات الجميلة الدبلوماسية، لكن قالت في النص مصر لازم تبطأ وتيرة انجازها للمشروعات الكبيرة. اللي بيحصل في العاصمة الادارية في العالمين الجديدة في الكلام ده ما ينفعش. مديرة صندوق النقد بتقول لعبد الفتاح السيسي للنظام مش هينفع الكلام ده، لازم تبطأ من وتيرة المشاريع بتاعتك، وإلا ده هينعكس على أضرار هيكلية في الاقتصاد.